السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. في البداية الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الصباح أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب. صباحكم صدقات، صباحكم ابتسامة وكلمة طيبة، فأكثر من الصدقات اللي ما تكلف شيء. وما زلنا متواجدين في أرض البحرين، في أرض دلمون، وهذه الأجواء الجميلة، وإن شاء الله مستكملين جولاتنا في مملكة البحرين الجميلة بهذه الأجواء الحلوة. فإن شاء الله بحاول إني أشارككم بعد اليوم بمقتطفات لوجهات إن شاء الله راح أزورها، عسى تتعرفوا على مكان أماكن حلوة إن شاء الله بعد ويانا. عاد سايرة الحين أتريق، اليوم البحرين ما زالوا إجازة، نحن في الإمارات ما شاء الله العرب مداومين، المدارس مداومين، الموظفين مداومين، فالله يوفقكم يا رب العالمين، يبارك لكم في كل خطوة تخطوها يا رب العالمين. العمل عبادة والدراسة عبادة، فهذا جانب تؤجرون عليه، فالله يوفقكم يا رب العالمين في هذا الصباح. البارحة كنت أقدر أقول أني أنا المخلوقة الوحيدة اللي على كوكب الأرض واعية، لا اليوم شعب الإمارات كله قايم ومداوم بعد. فصباحكم سعادة في أي نتريق. عندنا اللي ما حبيته في المكان الإضاءة صراحة، نحب دائما الفنادق المضيئة، هذا الديكوريشن مالهم شوية أكثر، ما في ليتات، أحس إنه ظلام، أحس إنه محتاج أنا جنريترات كذا كشافات أولع المكان. هذا مطعم الفندق، هذا البارحة هنا طرأ بغن وموسيقى ودنيا، تعرف إحنا ما مال هسه. عاد من جيت البحرين طبعا الفندق مالي هنا بلوكة الكوفيات كلها ورا الفندق، مثل ما صورت لكم اول يوم، صرت عقب الريوك كل يوم انزل اي هذا الكوفي اسمه جرام، ما اعرف المهم انه هذا الكوفي، هذه وحده ضبطنا تضبيط من الاخر. Very good morning. Good morning. How are you? Yeah, fine. You know, every day you are making my day. Thank you very much. I'm glad to hear that. Thank you. I wish you a good day, inshallah. Oh, thank you very much. I appreciate it. Thank you. والله تسوي لي كوفي. What the name of your coffee? The name of coffee. What the name? Gra? Gra cafe. Gra. What's mean of Gra? It means my love in Irish, and then it means gray the color in Swedish. MashaAllah. يعني the coffee love or love? It is made with love. Yes, made love. Yes. خلاص عند هذا ديكوريشن الكوفي، لاحظت ان اغلب الكوفيات الوانها يكون دارج من اللون الاسود، الاسود الرصاصي الكحلي، اغلب الكوفيات اللي دخلتها نفس النمط، احس انه لازم اللون الاسود الاساسي. لكن خلكم من الديكوريشن، شوفوا الكواب اللي بالسوق كلها معلقينها هنا، هذا كلها كواب حقيقيه مق، بس حلوة طالعة الحركة. ما شاء الله الكوفي دورين بعد، بس شايفين الأكواب؟ أتوقع مجمعين أكواب الفريج كله ومعلقينه. جالسين مربطينهم ومربطينهم ومعلقينهم، شغلانة والله. يبانا نسوي هذا الفكرة عندنا بالحديقة، فكرة حلوة. عند وصل الكوفي مالي، وصل. Yes, your love. Thank you. Sorry. يا سلام. يقدموا بكل حب، أو إنه قراء معناته منبع من الحب، نابع من الحب، أيوة، الأصح إنها نابع من الحب، عاد إنه هذا الكوفي نابع من الحب. عاد وجهتنا الأولى إن شاء الله راح تكون إلى مول دلمونيا، أحد المجمعات الكبيرة والمولات المعروفة في البحرين، وفي الأكواريوم المائي إن شاء الله. عاد هو يبعد عن فندقي تقريبا 25 دقيقة. إن شاء الله بنشارككم بمقتطفات من مول دلمونيا،
جانب الأكواريوم. أنا عادة أنا متعني عسبة الأكواريوم، أحب السمك، أحب البحر، هي ما أحب البر والمزيون، أحب البحر والسمك. فبنسير الأكواريوم اللي فيه مول دلمونيا إن شاء الله، اسمه دلمونيا نسبة لدلمون اللي هي مسمى البحرين قديما. يومكم سعيد يا رب العالمين. وصلت مول دلمونيا، هذا المبنى من برا، أحس إني أنا الكائن الوحيد اللي بالمكان. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. على فكرة هذا المول بمكان بعيد، بقعة بعيدة ما شاء الله. شو هالسيارات كلاسيك، هذا احد الوجهات الجديدة في البحرين. انا هذا السيارات لاحقة عليها بالافلام التاريخية القديمة، ما شفتها الا اليوم بالحقيقة. يعني انا شفتهم بس بالافلام، افلام الستينات والسبعينات. احيد توم كروز كان سايق هذا السيارة، توم كروز القديم القديم اللي بالسبعينات بالثمانينات. بالحقيقة تراهم طوال، السيارة طوال، سبحان الله. سيارات الكلاسيك، في ناس عندهم عشق عشق وإدمان للسيارات الكلاسيك، سبحان الله. مروا علي ناس سبحان الله بالسيارات، هوس 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 مو طبيعي. هذه سيارات كلاسيك، سيارات الستينات والسبعينات. عاد نحن ناخذ جولتنا في هذا المول، اسمه مول دلمونيا. هذه شخصيات افنجرز، شخصيات ديزني، شخصيات مارفل. فيعني هذه الشخصيات تستقبلكم، هولك، ايرون مان، سبايدر مان، كابتن امريكا، ثور. اعرفك انا، انت الخال، لكن ما اعرف اسمك. هذا انا ما اعرفه، انت عاد ما يندرى مين. شخصيات افنجرز مسوين سكشن لكل شركة، يعني الافنجرز، مارفل، ديزني، كذلك شخصيات الكورية. بعد باخذكم لفة علي، يعني حلو حق اليها للتصوير، بصور لكم شخصية شخصية، صبروا. هذه بعد شخصيات اعرفهم بس ما متذكرة اسمهم، اتوقع دراغون بول، جوكو. شخبارك سوبرمان، عساك طيب، السلام عليكم. اشوف ماريو الحبيب موجود هنا، ماريو عاد صديق الطفولة، كنا نلعبه، ما نفوت يوم الا نحن نلعب ماريو. هذا هو الجوكر، حتى هنا انت موجود، لا اله الا الله. عاد اللي عنده عيال وفريخات اسميهم بستانس وناس على هالمكان. يعني شوفك من سكشن لسكشن كلهم شخصيات اللي يحبوها اليهال. وانا اليهال الحين الكبار يعشقوهم اكثر من اليهال. والله انا اخوانا اشوفهم يتابعوا كل هذه الرسوم. عاد ما ادري هذه شخصيات شو. هذاك اعرفه، ذاك مال ستار وورز. هذا بنتعرف عليكم، شو اخباركم، علومكم، عساكم بخير. هذا مال اكس مان، سكاكيندك اكس مان، هذا ما اعرفه. شو اخبارك انت، اتوقع انت بعد مال ستار وورد، ستار وورد وورد اتوقع شيء الالينز. هذه الشخصيه القزمه اعرفها،
يقاتل مع هذا. بعد نكمل نشوف. ايه شخصيات وايد، حسيت عمري والله ما اعرف شيء. هذا لاعبين الكرة، اتوقع هذا كأنه الشخصية اللي ياس يرقص هو نفس اللي يرقص على اغنية كندم ستايل، ما ادري. هذا القزم احيد داخل الفيلم كوميدي. هذا شخصيات بعد. هذا طالع من حمام تسبح، حتى الفوطة تام مع راسه. هذا الولد الحديدي، اتذكر رسوم يوم صغار، اتذكر اسمها اتوقع الولد الحديدي. هذا اخواني يتابعون الرسوم، عرفوا. على فكرة أنا ما من الناس اللي وايد تتابع التلفزيون والشخصيات والأفلام، فعلى أساس كذا نص الشخصيات هذه ما أعرفها، لكن يبوا الصغارية العيال الصغار بتشوفوهم يقولوا اسم شخصية شخصية. إحنا اللي ما نعرف، ولا العيال عيال الزمن هذا يعرفوا كل شيء. البير وغطاء، البير وغطاء ما لا بعد قدام، ما بس هذا، هذا كله لي قدام هناك. أشوف الرجل الحديدي، أشوف غلان دايزر، شوفوا ها. أوه 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 أنا داخلة من هالبوابة، يعني هذا أول ما دخلت كل هذا اللي شفتوه الحين. يعني أتوقع المول فيه أشياء وايد حلوة، يعني مول عائلي بحتة. ما زالت شخصيات. أوه سبونج بوب، هذا أعرفه، سبونج بوب أعرفه، من يز أعرفهم. هذه الشخصية بعد أعرفها. هذا بعد شخصيات، شعرها هذي طويلة اللي تدلدله دايما من البرج، باباي. هذا العصفورة ما داني هنا. هذا الأرنب، وهذا الشخصيات رسوم هذا. الله بسم الله ما شاء الله، شيء جميل. عدوة ها غلان دايزر. هذا رسوم الطفولة، ما الطفولة، الطفولة طفولة اخواني انا بعد اني ما سويت بالدنيا، لكن انا حبيته من حب اخواني للرسوم. وانتم منو اخوانه، عيال عمه ولا منو ديله؟ ما اعرفهم ديله، لكن اتوقع بني عمه وبني خاله من حيانه، من حنا حيان غلان دايزر. اي يعني متشابهين، تشابهوا. فكانوا جيل السبعينات والثمانينات، هذا رسومهم غلان دايزر. انا ما اعرفهم انا. وكان يفتح النفس صراحة، ولا انا ما من الناس اللي تحب المولات، لكن فتح نفس المول هذا ما ادري ليه. الله شوف الاطباقة، يا سلام. وانا قاعدة اتابع استمتع شي استرخي. اي والله الواحد يقعد كذا مع السماء الجميلة اللي فيها اسماك وحياة يستمتع. هذاك عفوان طلع قناديل البحار. شو مكتوب يقول لك؟ اقفز بمنطلق الحرية من الطابق الثالث. إيه نقفز احنا، ما عليكم، ابشروا الحين بنسير الدور الثالث، بنقفز على هالجمال وهالمكان. لا بنقفز، بنقفز. ذكرني بمول ابن بطوطة، معني من سنين ما سرته، لكن سبحان الله ابن بطوطة دخل من بلاد لبلاد، من عالم لعالم، من سبحان الله، يعني تنتقل كأنك تنتقل من مكان لمكان.
من بطوطة. ما أدري يعيش ولا يموت المول هذا، من سنين ما سرته. لكن عجبني كذا النمط، إنك تدخل من مكان مكان ثاني، ديكوريشن ثاني، تصميم ثاني، عالم ثاني. أوه شوف السماء ملبدة بالغيوم والطيور. هذه الإقلالة من مول دلمونيا، هذه القناة المائية. اقروا عن المول، ترى معلوماته جميلة، وهذا أحد الوجهات الجديدة. هاكي حديقة مائية بعد، أحد الجزر المستحدثة، الأماكن الجديدة في البحرين. مجمع دلمونيا، عاد وصلت عند الأكواريوم، عاد الدور الأول والثاني والثالث. نزلت الدور الثاني، عشان تشوف هذا الجانب من الفوق. يا سلام، ساعة كنت أصور لكم من هنا. الحين مرة الله، حتى نيمو موجود عندهم. بعد ما يندرى يدور الهوم ولا ما يدور الهوم. حلو التأمل في الحياة البحرية. سبحان الله، أبدع الخالق في خلقه. الواحد يقول سبحان الله يوم يشوف مخلوقاته بهذه الطريقة. سبحان الله. وصلت الدور الأرضي لحوض الأسماك. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء عجيب صراحة.
عسى تعرفتوا على جوانب من مول دالمونيوم، وبعطيكم وجهة نظري عن المول. المول هذا ترفيهي أكثر من لا يكون مول تسوق أو تمشاية. الجوانب الترفيهية اللي فيه أكثر من أي جانب آخر. ما شاء الله في صالة تزلج، سكيتينج على جليد، كذلك مثل ما شفتوا حوض الأكواريوم، كذلك عندهم قسم للأطفال، عندهم الفي آر يسموه، يعني أشياء كلها ترفيهية تقريبا. كذلك عندهم التسلق على الجدران، عش المغامرة، في قاعة للمغامرات كذلك. يعني أغلب الأشياء اللي موجودة في المول عبارة عن جوانب ترفيهية لكل الفئات العمرية، خاصة الأطفال. فيعني لو حد من العوائل يو البحرين وعندكم أطفال، أول وجهة تسيروها هي هذا دالمونيا مول. فيعني الجوانب الترفيهية هي أساس المول كله، يعني مختلف عن المولات الثانية والأغلب.